بعد قتلهم واغتصاب نسائهم وحرق بيوتهم، الروهينجا يواجهون سلاح التجويع في مسعى جديد لدفعهم للخروج من قراهم في إقليم راخين في ميانمار. هذا ما جاء في تقرير أعدته وكالة أسوشيتد بريس، كان عنوانه حكومة ميانمار تستخدم سلاح التجويع ضد أقلية الروهينجا المسلمة. التقرير التالي والتفاصيل. اتركوا هذه الأرض، هذه ليست بلادكم. تتنوع الأساليب والهدف واحد، البوذيون يريدون ميانمار لهم وحدهم. قمع وترهيب وقتل وحرق واغتصاب، كلها أساليب حاول من خلالها الجيش والحكومة الميانمارية دفع آلاف الروهينجا إلى ترك أراضيهم في إقليم راخين. وبالفعل فر قرابة 700 ألف شخص من أقلية الروهينجا المسلمة من هذه المنطقة إلى بنغلاديش المجاورة منذ أغسطس آب الماضي، هربا من عملية للجيش البرمي وصفتها الأمم المتحدة بأنها حملة تطهير عرقي. لكن بحسب تقرير أعدته وكالة أسوشيتد بريس مؤخرا، يبدو أن الحكومة الميانمارية قررت انتهاج أسلوب ضغط جديد، أسلوب الموت البطيء والتجويع. التقرير يعرض حالات إنسانية صعبة لعدد كبير من اللاجئين الروهينجا الواصلين حديثا من ميانمار، وقد ضمرت وجوههم وذبلت أجسادهم نتيجة نقص التغذية الحاد، ومعهم قصص تحكي عن منع الجنود للقرويين من الزراعة والصيد ومصادرة ماشيتهم ومنعهم من الحصول على المساعدات الغذائية. وبينما كانت القيود المفروضة على حرية التنقل والوصول إلى الغذاء قائمة منذ وقت طويل، فقد زادت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة وفقا لما أظهرته مقابلات أسوشيتد بريس. وفي وقت سابق كانت منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية قد حذرت من زيادة حالات الإصابة بالمجاعة بين الروهينجا في المناطق التي كان فيها النزاع والتهجير أكثر انتشاراً. وكان المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين قد حذر من أن إمكانية حصول إبادة أو تطهير عرقي ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار قد يثير نزاعاً دينياً في المنطقة. وتأتي هذه التصريحات بعد صدور معلومات صحفية الأسبوع الماضي عن مقابر جماعية عثر عليها في ولاية راخين غرب ميانمار.